السلام عليكم متابعين عالم عزال لتعليم الكروشيه والخياطة. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو اللي غنشارك معكم اليوم ان شاء الله هو هاد الجلابه، كيف ما كتشوفوا مخدومه بالكروشي نصف طوق على شكل جوزه صغيره، فوق منها جوزه مسطحه منبته بالعقيق كريستال، وكيف ما كتشوفوا هنا نقرب لكم الكاميرا في الجناب ديالها. من هنا من الجناب كاينه الكورميط من هنا من الجناب ومن هنا من الجناب، وهنا كتكون جوزه مسطحه وتحت منها جوزه صغيره. نتوما كيف ما كتشوفوا الخدمه كتجي جد رائعه وما عريضاش بزاف بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو نصف طوق ما يكونش عريض. نتوما كيف ما كتشوفوا متقونه، راها كتبان وكانها مخدومه براندة مزينه هنا في الجناب بهذا الضرس المسكي، وفي القب زينت بهذا الدريس اللي خفيف كيف ما كتشوفوا، حتى هو منبت بالعقيق وغزال. درتو حتى في الكمامه نتوما كيف ما كتشوفوا جا جد رائع، كيجي بحال العين وحاجب. وهنا تحت من الملاقيه زينت تحت من نصف طوق زينت بهذه الملاقيه خفيفه كيف ما كتشوفوا غورميط واعمده. نتوما كيف ما كتشوفوا الخدمه راها متقونه وغزاله، ممكن انكم ديروها حتى في قفايطنات ولا قنيطرات، خصوصا دابا حنا مقبلين على فصل الصيف والسيدات كيبغيو هكا كيف كان نصف طوق يكون خفيف يديروه مثلا في القندوره ولا قفطانه. نتوما كيف ما كتشوفوا انا هذا الشكل درتو في هاد الجلابه، كيف ما كتشوفوا طلعت جد رائعه. الى عجبكم الفيديو نشارك معكم ان شاء الله الطريقه ديال هاد الخدمه اللي سبق ليا وخدمتها معكم في الصغر. كنت خدمتها معكم في واحد الجلابه، كنت خدمت لكم هاد الكوزه مسطحه وكوزه صغيره، كتكون وحده في الجنب وحده في الجنب وفارقه بيناتهم الكورميط. انا هاد الشكل دابا هنا في هاد نصف طوق كبرتو درت هاد الكوزه مسطحه كبيره، وهنا هاد الكوزه صغيره. اللي بغى هاد الكوزه صغيره يدير فيها حتى حجيرات ممكن، انا هنا اكتفيت فقط بالعقيق. هاد السيده ما كتبغيش الحجر ما كتبغيش العقيق ملون، كان بامكاني انني ندير ليها هاد بحال البناني كان غيجي غيفتحها، ولكن هاد السيده ما كتبغيش الالوان هكا تبان في العقيق، علاش درت ليها اللون في اللون. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا جيم وتفعلوا جرس الاشتراك باش ان شاء الله دائما نبقى نشارك معكم الجديد، ونتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله.